فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت تأتيها العادة الشهرية 3 أيام، وبعد أن تناولت حبوب منع الحمل بدأت تأتيها 10 أيام، في 5 الأيام الأولى ينزل معها نقط يسيرة مصحوبة بآلام الحيض، تقول ما حكم صلاتي في الأيام 5 الأولى؟ هذه لعبت على نفسها باتخاذ الحبوب. ليش تأخذ الحبوب؟ لخبطت عليها الحيض، ما دام عليها الدم متصل ولم ينقطع فهي حائض ولو إلى 15 يوم، وهي اللي لعبت على نفسها بهذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.